صار بهذا الاثر ومشهور بشكل كبير. يعني اقصى ما سويته هو تكلمت عن الكلام اللي موجود ممكن في خاطر بعض الناس اذا ما قابلهم في وقت معين في لحظه معينه، وهذا اللي اثر. فانا ما مؤثر عن اي واحد فيكم اساس بعد المسؤوليه شوي يعني عن نفسي خليها عليكم شوي. فعلا انا لازم نبحث عن الابطال في داخلنا احنا. اذا واصلنا بهذه الطريقه نبحث عن بطل واحد مجموعة قليلة من الأبطال حطينا عليهم مسؤوليات ما راح يتغيرون في هذا المجال. بل حتى إذا قمنا نتكلم عن جمعيات معينة وعن رموز معينة حملناهم المسؤولية وقعدنا ننتظر انتظار السلبي أو الساكن أيضا ما راح يحرك شيء. الوضع خطير خطير جدا، والأسوأ من الفقر اللي انتشر والبطالة واللي راح ينتشر أيضا أكثر هو في حقيقة الكرامة المهدورة. أكثر ما يأثر في الإنسان هو الكرامة المهدورة. الأب اللي مضطر عشان يأكل أولاده يروح ياخذ مساعدات من الصناديق الخيرية ووزارة العمل، وهذا حقه. الكرامة هذه احنا اللي لازم نشتغل عليها كلنا، نتحرك عليها كلنا، مو أشخاص معينين. يمكن يجب أن نلتف حول الرموز السياسية والدينية، هذا لازم نسويه ونحملهم المسؤولية، نلتف حول الجمعيات الموجودة وندخل في الجمعيات الموجودة ونحملهم مسؤولية هذا الموضوع. ولكن الأساس المبادرة يجب أن ترجع إلينا نحن الأفراد. المبادرة ما لازم نتركها بعد اليوم رايح نعلقها على مشاجر معينة، نقول ليش الجمعية الفلانية ما تحركت أو الرمز الفلاني. احنا يجب ان نبدا في اماكن العمل بالمجالس في الكتب نكون مجموعات صغيره، وان شاء الله في الايام الجايه مع بعض نلوي شيء نبدا بسرعه حركه مجتمعيه واسعه جدا هي حركه المحرومين. 60% على الاقل من ابناء هذا الشعب محرومين، واللي يميل الاسوء من الحرمان الاقتصادي في الحقيقه هو الكرامه المهجوره، وهذا اسوء. وإذا انتظرنا 10 سنوات 75-80% من أبناء هذا الشعب راح يكونوا من المحرومين، محرومين من أبسط الحقوق. فلابد أن فعلا جمع المسألة، أولا أن الفرد لازم يبرز. هذه عادة الجماعية السلبية يجب أن نتجاوز ونطلق إلى حالة متطورة أكثر، وهي أن الفرد كل فرد منا إحنا لازم يكون ينطلق ينظر الأخطار اللي عندنا. يتجمع في المجموعة اللي حواليه في الأسرة أو في المنطقة، ومن بعد نفتح الرموز السياسية والدينية وندخل في الجمعيات، النقابات اللي ما قادرة تتحرك ندخل فيها ونحركها، نسوي حركة مجتمعية عامة تنطبق على الحركة، بس تتحرك بسرعة. الوضع لا يتحسن إلا يا جماعة. رئيس الوزراء الموضوع مو أول شخص. أنا أول قبل لا أدخل في هذا الموضوع أقول إن إحنا عفينا وانا اطلب من اخواني ايضا من سجنه ان هذا الايام اللي احنا قضيناها في السجن ان احنا نعفو عن القياده السياسيه. يكون عفو عام على اساس تغييراتهم وقضيه شخصيه. الايام نخليها وكانما نتبرع بايديهم. يعني عفو من عندنا احنا اللي سجننا ظلما نعفو عن الحكومه. هذا هو الوضع الحقيقي في الحكومه. بس عشان لا يبقى اي شيء شخصي. يعني اذا انا بتحرك لان انا والله سجنوني مثلا شهر او شهرين فهذا منطلق خاطئ. المنطلق الاساسي هو المنطلق الايجابي ان احنا لازم نغير. الموضوع ان رئيس الوزراء كمنصب وكرمز هو راس جبل ثلج. احنا عندنا فئه من الناس في هذا البلد هي فئه المترفين او الاغنياء المترفين اللي يملكون عشرات المليارات من الدنانير، عندهم امبراطوريات ماليه مثل ما تفضل دكتور. هذول الناس لا يمكن ان يقبلون باي تغيير. ولي العهد اذا سوى هذا البرنامج ولو ان كان افضل برنامج واحسن برنامج، لا يمكن ان اغير الوضع الموجود. لان في طبقه مسيطره على كل شيء، على الضرائب وعلى الشركات وعلى المشاريع وموزعة أموال في داخل البحرين وخارج البحرين، وهم مسيطرون على كل شيء. احنا التحرك مالنا ما راح يكون باتجاه ان نسقط طبقه لصالح طبقه، ولا باتجاه ان مثلا نضعف ان لا يكون هناك حكم مثلا، ولكن التحرك
الحركة تصير توازن. احنا لازم نكون واقعيين. إذا المحروبين، إذا الناس، إذا الشعب، إذا 60% أو 80% من هذا الشعب ما عندهم تحرك جماعي يظنون هم مستضعفين، وظل الفئة الصغيرة هي المتحكمة، يجب أن يحدث هذا التوازن. خلال الشهور القادمة يجب أن نتحرك على صنع التوازن. هذا الكم العدد الكبير جدا يجب أن يتحول إلى قوة قاعدة عبر النقابات والجمعيات والتحركات في مجموعات صغيرة، تحول إلى فئات فاعلة تجبر هذه الفئة الصغيرة، تجبر على أن تقبل التغيير. وإلا الوضع اللي إحنا الآن فيه هو سيء جدا، راح نورث إلى أبنائنا أسوأ بكثير. فيجب أن نتحرك الآن. شعار الآن يعني قضية تعويض العاطلين عن العمل، قضية الضمان الاجتماعي، نقول لنا بعد 10 سنوات راح تصير إصلاحات. الشعار اللي يجب أن نرفعه الآن نقول الآن اللي عنده 15 سنوات ما لسه 15 سنوات، بس في نفس الوقت تصير الآن في خطة طوارئ، خطة طوارئ تظهر في الميزانية العامة اللي بيقرونها الآن، خطة طوارئ تطلع في مقررات، هي مقررات تطلع عن مجلس البرلمان أو تسمي ماشي عن الجمعيات. يجب أن تكون هناك خطة طوارئ أن كل إنسان، كل شخص من أبناء هذا الشعب يجب أن يحصل على حد الأدنى من حقه في السكن وحقه في المعيشة. يجب أن نتحرك الآن. الشعار الأكبر يجب أن نقول الآن، كلمة الآن، لأن الكلمة لا يمكن أن تقول الآن. ما في فقر، ما في بطالة، بطالة صغيرة، لكن يمكن أن يكون بس يكون يحلونها بعد 10 سنوات. الشعار الأكبر يجب أن يكون الآن. ما راح يكون موجودة في الدستور، موجودة في المواثيق الدولية، ويجب أن نتحرك بالتخطيط وبالعمل بالتعاون وبعدم استبعاد اي شخص. مره ثانيه اشكركم الشكر الجزيل، وانا اتكلم ان شاء الله باسم اخواني، وانا واحد منكم مو اكثر من اي واحد فيكم. مشكورين الشكر الجزيل. السلام عليكم. الله يجزاك. الله يجزاك.